دلوقتي الشباب عايزين نجيب بقى البوتنشال ديفرنس عند نقطة على بعد ار من السنتر، حيث ان ار دي اكبر من السي. يعني انا عندي كده ببص على اوتسايد السفير بتاعتي كلها، يعني حتى اوتسايد الايه الكوندكتنج سفير بتاعتي على بعد ايه ار من السنتر. ماشي، انا بجيب بوتنشال ديفرنس، فانا دايما باخد معايا ريفرنس معين، الريفرنس بتاعي دايما عند انفينيتي. ماشي، فتعالوا نحسبها بقى. يبقى انا عندي كده الدلتا الفي بتاعتي هتساوي نيجاتيف انتجريشن، انا بتحرك من انفينيتي رايح للايه للار اي دوت دي ال. اوكي، زي ما احنا عارفين من المثال اللي فات، كنا احنا بناخد الدي دوت دي ال ده في الاخر هتتحول لدي ار، والالكتريك فيلد بناخده اللي هو الالكتريك فيلد اللي في الريجون اللي انا جاي من عنده اللي هو هنا المره دي ريجون 4. فيبقى عندي نيجاتيف من انفينيتي للار للاي 4 الدي ار، صح؟ ماشي، وابدا افك ال E4. E4 كان عباره عن نيجاتيف كيو نود على ال 4 باي ايبسلون نود ار سكويرد. ماشي، النيجاتيف ده هيروح مع النيجاتيف ده، فانا بالتالي هتبقى لي من انفينيتي للار للكيو نود على ال 4 باي ايبسلون نود ار سكويرد لل ال دي ار. اوكي، كامل بقى الكلام ده. ده سو كونستنت 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 كونستنت، ده شغل ار سكويرد دي اللي تتكاملها مع دي ار، فدي هتبقى عباره عن ايه نيجاتيف واحد على الار، وتعوض بيه حدود التكامل بتاعتك. هتلاقي في الاخر ان الفي بتاعتك بكام يا معلم، او الدلتا الفي بتاعتك بكام، هتلاقيها عباره عن نيجاتيف الكيو نود على الفور باي ايبسلون نود في الار. ماشي، وهو ده الايه البوتنشال ديفرنس بتاعي في المطلوب التاني اللي هو اوتسايد السفير بتاعتي. المطلوب التاني بقى او المطلوب التالت بقى عندنا كان هو طالب البوتنشال ديفرنس بتوين الايه التو كوندكتورز بتوعنا. فالتو كوندكتورز بتوعنا هنا اللي يقصد ان هو الكوندكتور الكوندكتنج سفير اللي هي كان الريديس بتاعها ايه، والانر ريديس للكوندكتنج شيل اللي هو عند البي. هتقول لي طب يا باشمهندس انت ليه خدتها او ليه هتاخدها عند الانر ريديس بي مش هتاخدها عند السي؟ ركز معايا بقى، معايا صح صح للكلام. دلوقتي يا شباب لو انتوا فاكرين في المساله اللي فاتت او الاكزامبل اللي هو اللي فات خالص، لما احنا كان عندنا كوندكتنج واحد بس، ماشي، وكان الريديس بتاعه ايه، وكنا جبنا الفي وكان مش ساعتها بيشرحنا كيو على ما اتذكر، وكنا جبنا الفي جوه وبره، صح؟ كان ساعتها طلع لنا ايه البروفايل ده، او طلع لنا الفي فيرسس الريديس من السنتر كان بالشكل ده، صح؟ فاكرين؟ ماشي، لو انتوا بقى فاكرين ان هنا النقطه اللي هي عندها كونستنت دي اللي هي عند الايه الريديوس بتاعي اللي هو الايه، وبعد كده بتبدا ايه البوتنشال بتاعي يقل. قبلها البوتنشال بتاعي ثابت، اوكي، فعلى سطح الكوندكتور كله البوتنشال بتاعي هيبقى ايه يا شباب، هيبقى ثابت. فانا دلوقتي لما بيقول لي بتوين تو كوندكتورز مش هيفرق بالنسبه لي، هو انا باخده عند بالنسبه لي الكوندكتور الاولاني اللي هو عند الريديوس ايه لي للانر ريديوس اللي هو بتاع الكوندكتور شيل اللي عند بي، ولا للاوتر ريديوس اللي عند سي. يعني انا عندي كانت المساله كان مرسومه بالشكل ده لو انت تفتكروا، صح؟ ده رسم كروك كده في السريع. ماشي، ده هنا انا عندي الاي، صح؟ هنا عندي البي، وهنا عندي السي. واحد ممكن يقول لي يا باشمهندس طب ما تاخد بقى البوتنشال ديفرنس اللي عند النقطه دي مثلا بالنقطه دي، اوكي، او تاخد بدل لما تاخد بوتنشال ديفرنس بالنقطه دي والنقطه دي. ما انا قلت لك بقى هنا من الشكل ده انا على جوه، طب طول ما انا جوه الكوندكتور فانا البوتنشال بتاعي ثابت، اوكي. والكلام ده داز ميك سنس، يعني هو الكلام ده منطقي. لو انتوا فاكرين ان انا عندي مفيش الكتريك فيلد جوه الكوندكتور، تمام، احنا اتفقنا على الكلام ده. فانت لما بقول لك ان البوتنشال ديفرنس بتوين التو سيرفيس بتوع الكوندكتور بتاع من هنا اهو لهنا اهو هو ثابت، صح؟ أو يبقى البوتنشال ديفرنس اسف بصفر، يعني البوتنشال هنا برقم وهنا بنفس البوتنشال هنا بنفس الرقم، فبالتالي البوتنشال ديفرنس بتاعي بكام؟ بصفر. فبالتالي بديهي ان انا ما الاقيش ايه الكتريك فيلد. ده هنا من منظور تاني بدل منظور ايه جاوس والشحنات، انا هنا ببص لها من منظور الايه البوتنشال ديفرنس بتاعي، اوكي. فانا لما يجي تاني بكرر، لما يجي يقول لي هات لي البوتنشال ديفرنس بتوين التو كوندكتورز، فانا مش فارقه معايا بقى هاخده من السطح ده للسطح ده ولا من السطح ده للسطح اللي ايه اللي بره، لان كده كده كل الحته دي ليها نفس الايه البوتنشال، صح؟ حلو، عايز تحسبها احسبها، مش عايز تحسبها ما تحسبهاش، خد كلامي وصدقه. بس الكلام ده انا بقولك ده منطقي، وراجع على الفيديو اللي فات
بتاع الفيديو رقم 7، هتلاقي ان انا كنت حالل المسألة وطلع معانا الفي بالشكل ده، وهنا كان البوتنشال بتاعنا بكام؟ برقم كونستنت، كان ثابت، كان عبارة عن كيو على الفور باي ابسلون نود ايه على ما اتذكر. ماشي، فده الايه، ده خلاصة الكلام في النقطة دي. تعال نشوف بقى هنجيبه ازاي. دلوقتي هتقول بقى ايه الدلتا الفي بتاعتك، هي هتساوي الفي اي ماينس الفي بي. اوكي، الكلام ده بيساوي نيجاتيف انتجريشن، انا رايح من البي للريديوس اي. اوكي، اي دوت دي ال، انهي الكتريك فيلد اللي كان في الريجون دي يا شباب؟ ايوه، كان اي الاي 2 بتاعتي، فبالتالي كده هيساوي نيجاتيف تكامل من البي للاي اي 2 الدي ار، وتعوض بالاي 2 بتاعك. الاي 2 بتاعك كان بكام؟ كان عبارة عن الكيو نود على الفور باي ابسلون نود ار سكويرد للدي ار. ماشي، وتعرف بقى تكامل الايه التكامل ده على طول، سهل قوي، ان برضو زي اللي احنا ايه حسبناه اللي فات، هطلع لك في اخر عبارة عن كيو نود على فور باي ابسلون نود في واحد على الاي ماينس الواحد على البي. اوكي، يبقى ده هو البوتنشال ديفرنس بتاعك بين الايه التو كوندكتورز. دلوقتي المطلوب قبل الاخير، هو كان عايز يجيب بقى الايه البوتنشال اللي عند الانر سفير نفسها او الانر كوندكتنج سفير. تعال بقى نشوف هنجيبه ازاي. والله الموضوع سهل جدا. انت هتقول لي ان انت عندك تعامل ان انت مثلا بتجيب البوتنشال في نقطه جوه الكوندكتنج سفير بتاعتك، يعني ايه؟ يعني عند الار اصغر من الاي. ماشي، وطبق القانون بتاعك او الريليشن اللي انت عارفها بتاعت البوتنشال، الدلتا الفي بتساوي نيجاتيف من انفينيتي للار اي دوت الدي ال. دلوقتي بقى ايه، سيب كل اللي في ايدك وركز معايا يا نجم. هنعمل ايه دلوقتي؟ انت رايح من بره لجوه، صح؟ فانت كده بتتحرك من ريجون 4 اللي هي اللي عندها الار اكبر من سي، وبعد كده في ريجون 3 من البي للسي، وبعد كده من ريجون 2 اللي هي كانت من ما بين الاي والبي، وبعد كده اول ريجون هي الريديوس بتاعك والار بتاعك كان اصغر من الاي. ماشي، فبالتالي انت لازم الانتجرال ده لازم يتفك للايه الانتجريشنز اللي انا قلت لك دي عليها، او الريجنز اللي انا قلت لك ايه عليها. فده اللي انا هعمله، ابدا افتح ايه قوس وابدا افك الانتجريشن على حسب كل الكتريك فيلد عندي. فانا ماشي من انفينيتي للسي، صح؟ فعندي هنا مشغال في ريجون 4 في الدي ار، اوكي، بلس ريجون 3 بقى عندي من كام لكام؟ من السي للبي. شغال في اي ريجون؟ اللي هي كام؟ الاي 3 الدي ار، تمام، بلس اخر انتجريشن او الانتجريشن قبل الاخير من البي للاي الاي 2 الدي ار، بلس يا نجم اخر انتجريشن خالص من الاي للار، من ده اللي هو الاي 1 الدي ار. في تو انتجرلز كده بالصلاه على النبي ان شاء الله هيطلعوا بصفر. ايه هم؟ ده بصفر وده بصفر. ليه؟ لان الالكتريك فيلد بتاعك بكام جواهم بصفر، فبالتالي البوتنشال ديفرنس بينهم بين السطح ده اللي هو من عند السي اوكي للبي ومن عند الاي للار هيطلع بكام؟ بصفر. ماشي، فانا كده مش هتبقى لي غير تو انتجرلز بس، اللي هو الاي 4 والاي 2، ودول تقريبا احنا ايه اوريدي حسبناهم قبل كده، فبالتالي عايز تعوض بيهم وتعمل انتجرال تاني. عيش عيش اللحظه وجيبهم، هتلاقي في اخر ان الدلتا الفي هتساوي عندك ب كيو نود على الفور باي ابسلون نود في واحد على الاي ماينس واحد على البي ماينس الواحد على السي. اوكي، بس فهو ده كده الايه البوتنشال ديفرنس عندي، او ده البوتنشال ديفرنس بتاع الانر ايه كوندكتور اللي هو كان عايز يحسبه. اخر سؤال وهبل قوي، ان هو كان عايز يحسب السيرفيس انديوس شارج اللي على الايه السيرفيس اللي كان الريديوس بتاعه بي. انا اوريدي كان عارف حسبت او عرفت ان الشارج اللي عليه هي نيجاتيف كيو نود، فلو انا عايز اجيب السيرفيس انديوس سيرفيس شارج بتاعته اللي هي يعني السيجما، تبقى عباره عن الكيو نود على الاريا بتاعت السيرفيس ده كله، تمام، اللي هي كانت كام دي سفيريكال او سفير، فبالتالي السيرفيس بتاع السفير هو 4 باي بي سكويرد. ماشي، فهيبقى عباره عن ايه
نيجاتيف الكيو نود على الفور باي البي سكويرد، وهو ده كده السيجما بتاعتي. اوكي هو دي الانديوزد سيرفس شارج بتاعتي اللي على السطح اللي هو الريديوس بتاعه كام؟